اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى هذه التغطيه المستمره مع حضراتكم على شاشه اكسترا نيوز، خصصناها لكم من اجل متابعه تطورات ملف حياه كريمه وايضا جهود تحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. نبدا من حياه كريمه. انا انسان عايش احلامه وما فيش حاجة تقف قدامه، مش شايف أنا في الدنيا دي قدي، واخد كل حياتي تحدي. حلمه بقى مسموح، أنا حلمي كبير من قبل ما يمشي كان بيطير. إن الأحلام لا تسقط بالتقادم، فاليوم أؤكد لكم إن الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل. وعشان أنا واحد من الملايين، لما عمرنا تعيش لسنين، هنشوف ايه طريقنا مع بعضينا، لمتنا هي اللي تحمينا. طول ما في حد في كتف سندني، طول ما في ناس همها تسعدني، انا عمري ما خاف واستسلم عمري. قوتي ناس بتأمن ظهري، أنا مصري طموح. جهود كبيرة ومستمرة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لدعم المواطن المصري في مختلف احتياجاته، فلم تعد فقط المبادرة الرئاسية مجرد استهداف لتطوير وبني القرى والريف وحتى العمل على إقامة المشروعات التعميرية، بل أصبحت كيانا متكاملا وداعما للمواطنين في كل ما يطلبونه، وتحولت أيضا إلى ذراع رئيسي للقيادة السياسية والاعتماد عليها من أجل العمل على تنفيذ متطلبات مختلف المواطنين وما يواجهونه من أي مشكلات وصعوبات في الحياة المعيشية. مواقف عديدة أظهرت الدور الكبير للمبادرة الرئاسية والتي أصبحت أيقونة حقيقية للجمهورية الجديدة لمساندة المواطنين، وأصبحت هي الأساس الذي تعتمد عليه القيادة السياسية في كل من الأمور المعيشية المواطن، وهو ما أظهرته التحركات العديدة التي قامت بها حياة كريمة توجيها من السيد الرئيس السيسي في العديد من المواقف لإسعاد ومساندة المواطنين وتلبية لكل احتياجاتهم وأحلامهم في ظل الجمهورية الجديدة.
جاي عشان كده. اي ضرر حيش. يا الشمس نوري على الارض الطيبين، يا نيل اجري بالخير ليهم الدين، بارك يا رب في ارضها واحفظها يا رب العالمين. يا الشمس نوري على الارض الطيبين، يا نيل اجري بالخير ليهم الدين، بارك يا رب في ارضها واحفظها يا رب العالمين. بايدينا سنين عمرنا الارض، كرمنا زايد ملهوش حد، وصلنا هنا من سابع جد، اصواني انا مش اي حد. بايدينا سنين عمرنا الارض، كرمنا زايد ملهوش حد، وصلنا هنا من سابع جد، اصواني انا مش اي حد، اصواني انا مش اي حد، اصواني انا مش اي حد، اصواني انا اصواني انا اصواني انا مش اي حد. وهنوم باقي كندى اللي في النانا، وركي ليوز يا في النانا. وهنوبا كان هدي اللي يا فنانا، وهو إريكي ليجوزي يا فنانا. بلدنا جمالها سيرة على كل لسان، تزورها مرة ترجع لها كمان وكمان. ملكة صمرة متوجة في أي زمان، ملكة صمرة متوجة في أي زمان. بإيدينا سنين عمرنا الأرض، كرمنا زايد ملهوش حد، وصلنا هنا من سابع جد، أصواني أنا مش أي حد. بإيدينا سنين عمرنا الأرض، كرمنا زايد ملهوش حد، وصلنا هنا من سابع جد، أصواني أنا مش أي حد، أصواني أنا مش أي حد، أصواني أنا مش أي حد، أصواني أنا أصواني أنا أصواني أنا مش أي حد، أصواني أنا مش أي حد. علق اي امور في حياتك، خلي لبلدك اكبر حيز راجع بقى رجوك حساباتك، شغلك حيخليك تتميز، نام لساعات من ما تنامش، ما تسنين انت ما بتقومش، احنا بنعمل كده لولادنا، من قاعد معظمنا حيمشي. قول انا واهب تعب البلدي، والمصر انا اكبر متحيز. علق اي امور في حياتك، خلي لبلدك اكبر حيز راجع بقى رجوك حسابات، شغلك حيخليك تتميز. علق اي امور في حياتك، خلي بلدك اكبر حيز راجع بقى رجوك حساباتك، شغلك حيخليك تتميز. نام لساعات من ما تنامش، ما انت سنين نمتي ما بتقومش، احنا بنعمل كده لولادنا، من قاعد معظمنا حيمشي. قول انا واهب تعب البلدي، المصر أكبر متحيز. احنا بنعمل ده عشان ده واجبنا، واجبنا تجاه بلدنا. المشوار اللي انا بتكلم فيه ده مشوار ضخم أو عبء أكبر. أنا والحكومة أو إحنا كلنا مع بعض كده لم نغفل وما غمضناش عينينا على حال الناس.
إنسان عايش أحلامه وما فيش حاجة تقف قدامه. مش شايف أنا في الدنيا دي قدي واخد كل حياتي تحدي. إن الأحلام لا تسقط بالتقادم، فاليوم أؤكد لكم إن الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل. وعشان أنا واحد من الملايين أحلام عمرنا تعيش لسنين، هنشق طريقنا مع بعضينا، لمتنا هي اللي تحمينا. من ظهري على مصر طبعا. ربنا قال لي طيب انا هخلي معاك اكتر من الفلوس. انا هخلي معاك البركه. وريني هتعمل ايه في بلدك وهتعمل ايه لناسك. هتغير صحيح، هتصلح احوال صحيح. يا رب اكون اقدر او نقدر مع بعض ان شاء الله. مش انتوا امنتوني عليها؟ مش انتوا امنتوني عليها؟ هقول يا رب يعني على هذه الامانه. ريسنا قالها بكل حماس، حياه كريمه لكل الناس، وشاد علينا يا رب الناس، ويا رب بارك خطوينا، يا رب بارك خطوينا. أنني سأعلن اليوم انطلاق هذا المشروع الطموح مستعيناً على تنفيذه بالله، بثقتي في قدرات المصريين
دولة وشعبا، فإنني أعتبره تدشينا للجمهورية الجديدة. حياة كريمة لكل الناس، وشاد علينا يا رب الناس، ويا رب بارك خطوينا، يا رب بارك خطوينا. حياة كريمة يا مصريين، حياة كريمة لأهالينا، في كل ريك مصر بلدنا، وفي كل شبر حتى انا اي حد يحبنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من كرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها، شايله في همومنا على كرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. أحلامه وما فيش حاجة توقف قدامه، مش شايف أنا في الدنيا دي قدي، واخد كل حياتي تحدي. إن الأحلام لا تسقط بالتقادم، فاليوم أؤكد لكم إن الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل. وعشان أنا واحد من الملايين، أحلام عمرنا تعيش لسنين، هنشق طريقنا مع بعضينا، لمتنا هي اللي تحمينا. من ظهري أنا مصري طبعا. نظم تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اصطفافا تحت شعار قطار الخير، يضم أكثر من 15 جمعية ومؤسسة أهلية تعمل تحت مظلته في مشهد يعكس مدى قدراته البشرية وإمكاناته الخدمية والتنموية لدعم الشرائح الأولى بالرعاية في محافظة سوهاج. تحت شعار قطار الخير نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اصطفافاً يضم أكثر من 15 جمعية ومؤسسة أهلية يعملون تحت مظلته
في مشهد يعكس مدى قدراته البشرية وإمكانياته الخدمية والتنموية في دعم الشرائح الأولى بالرعاية، والتي ساهمت في خدمة نحو 160 مستفيد من قرى ونجوع محافظة سوهاج. النهاردة الاستفاف الخاص بكل مؤسسات وكيانات التحالف، حبينا ان هو يكون ختام 22 من محافظة سوهاج زي قافلة ستر وعافية 16 لما كانت موجودة من هنا. الاستفاف النهاردة مضموم تحت مظلة قافلة ستر وعافية، مشارك فيه معظم الجمعيات الموجودة معانا واللي بدأت معانا قوافل الستر وعافية من البداية. بفضل الله تعالى مؤسسة العربي عندها فرح النهاردة بانضمامها للتحالف الوطني ضمن مبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا جينا النهارده هنا لمحافظه سوهاج بفضل الله تعالى بتوزيع بطاطين على اهالينا هنا في محافظه سوهاج ان شاء الله. عاملين كرنفال زي ما حضرتك شايف، حاجه استعراض لقوه التحالف. التحالف اكتر من 24 مؤسسه، من اكبر المؤسسات اللي موجوده في مصر. النهاردة بنختتم مع 2022 في سوهاج زي ما بدأنا أول قافلة ستر وعافية في سوهاج. شاركنا في المضومة في القافلة دي بتمكين اقتصادي، كراسي متحركة، أجهزة تعويضية، سماعات طبية، توزيع لحوم، توزيع بطاطين. النهاردة التحالف الوطني بيقدم نموذج للعمل الأهلي المصري، نموذج بيجمع ما بين القوى البشرية المشاركة في المؤسسات المنضوية تحت مظلة التحالف من خلال أكبر عدد ممكن من المتطوعين، كمان بيشمل الاصطفاف اللي احنا موجودين فيه النهاردة استعراض لكل إمكانيات وقدرات المؤسسات الشريكة لتقديم خدمات مباشرة وفعلية لأهلية في حافظة سوهاج بشكل عام. نحو 2500 متطوع وتنفيذي يعملون كخلية نحل من أجل تنظيم هذه الفعاليات ووصول الخدمة لكل مستحق، والتي شملت مساعدات موسمية، كراتين مواد غذائية، بطاطين للشتاء، جهاز عرائس، مشروعات تنموية صغيرة، ومعرض ملابس يحتوي على 20,000 قطعة ملابس، بالإضافة لقوافل طبية بها العديد من التخصصات تشمل الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان. صراحة شيء جميل يعني، وساعدني الصراحة، ولقيت حاجة لعيالي يعني، أنا مبسوطة الصراحة. تشكروا انتوا اللي جبتوا لنا لبس لعيلتنا وسلمتونا التغذية. مفيدة وقافلة حلوة ويا ريت تدوم على طول. أعطونا كل خير والحمد لله، وكل سنة هم طيبين. ساعد والله كثير وأسهم كثير، وبالبطاطين وبالماد وكله بالعلاج وكله، الحمد لله بارك الله في كل اللي بيساهم في الخير ده. قافلة حلوة يعني، تاني مرة احنا نيجي وبسطونا يعني، الدنيا كانت حلوة. مبسوط ان يعني رئيس السيسي بعت لنا مساعدات، شكرا رئيس السيسي، وتحيا مصر، تحيا مصر. حلم أصبح حقيقة وهدف يتحقق بهذه المشاهد التي تترجم مجهودات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والإنجازات التي تتم بعد إطلاقه بتسعة أشهر فقط، وتوحيد لجهود المؤسسات الخيرية والتنموية. تمثل منظمات المجتمع المدني أحد أهم دعائم التقدم في الدول، وفي هذا الإطار يأتي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي تم توقيع ميثاقه بوجود 24 كيانا ممثلين عن الكيانات الأكبر تأثيرا على الأرض من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، وكذلك بعض الكيانات الخدمية. المزيد عن التحالف في سياق هذا العرض نتابع.
مع نهاية 2022 اختتمت قوافل ستر وعافية نشاطها لهذا العام في سوهاج مرة أخرى، والتي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتستقبل قرية أم دومة بمركز طما بالمحافظة قافلة ستر وعافية رقم 16 بمشاركة 15 جمعية ومؤسسة خيرية يعملون تحت مظلة التحالف، وينظمها نحو 2500 متطوع، والتي تستهدف خدمة أكثر من 10,000 مستفيد. مركز البليانة وقارة أولاد علو هي اللي استضافت التجربة الأولى لينا كتحالف وطني بكل جمعيات المشاركة في قافلة ستر وعافية رقم 1. فكان الختام بتاع قوافل ستر وعافية لسنة 22 واللي نبدأ بيه رحلة القوافل الجديدة لسنة 23، ما كانش فيه أحسن من مدينة سوهاج بلد المواويل إن إحنا نكون موجودين معاهم النهاردة فيها النهاردة. الأهم من كده كمان إن إحنا كنا أطلقنا إن شهر ديسمبر هيكون شهر المتطوعين وشهر العمل ذوي الهمم والقدرات الخاصة، فكان النهاردة معظم الأنشطة الأساسية الخاصة بينا ركزنا فيها على كارت الخدمات المتكاملة الخاصة لذوي الهمم. جايبين النهاردة بفضل الله تعالى بطاطين من أجود الأنواع بفضل الله تعالى، وإن شاء الله وزعنا النهاردة ومكملين لحد آخر الأسبوع بإذن الله. نحن بنقدم معرض ملابس للمحتاجين عشان دخلة الشتاء، عندنا بطاطين برضو عشان الشتاء، وعندنا مواد غذائية موجودة معنا. دورنا الأساسي وهو توعية بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، غير أنه هي بتعمل علاج مجاني للمرض، كمان بنهتم أن احنا نلف كل المحافظات عشان نقدم التوعية. جايين في الطبي بدكاترة بطنة أطفال أنف وأذن، وعاملين صيدلية مدنية، وأي تحويل لعمليات مجانا عندنا في القاهرة. النهاردة بمتطوعينا اللي بيمثلوا 200 متطوع متطوعة من مؤسسة صناع الخير متواجدين داخل القافلة، مشاركين النهاردة بغرفة قدم سكري، ودي بتقدم خدمات لأهالينا من مرضى السكر من تقديم غيارات، وكمان بنساهم في توفير العلاج لمرضى القدم السكري حتى يتم شفائهم. بنشارك بعربيات رعي مصر اللي هي العيادات المتنقلة، احنا عندنا 22 عيادة متنقلة منتشرة في 18 محافظة. لما بننزل مع التحالف بنحاول نوفر خدمة طبية مميزة لأهالينا في القوافل الطبية. وكالعادة القافلة تشمل جميع الخدمات وفق احتياجات المواطنين، من قافلة طبية تحتوي على تخصصات عدة ويتم الكشف والمتابعة بها بالمجان، بالإضافة إلى جزء خاص بالأجهزة التعويضية، كما شملت الأنشطة والفعاليات توزيع مواد غذائية ومعرض ملابس وكرنفال للأطفال وندوات توعوية وتمكين اقتصادي. القافلة دي بتساهم إسهام كبير في مساعدة الناس، وبتدي الناس تعالج الناس بالمجان، وبتدي بتوزع بطاطين وتوزع حاجات للناس. شامل الكل يعني، نظر وصدر وما شاء الله عليه، يعني مشروع 100% يعني، كنا فين وبقينا فين. حاجة مفيدة لأهل البلد اللي هو مش قادر يكشف برا، فهتبقى حاجة مفيدة ليه هو، وفي علاج يعني وحاجة كويسة ليه. حلم من الأحلام اللي كنا بنحلم بيه أنه الطب يوصل للناس. استلمت كرتونة، ربنا يبارك فيكم ويديكم الصحة. حدا كويس يعني في البلد، وألف شكر لكم. نشكر التحالف الوطني، أتمنى يقرروها تاني وتاني، وربنا يبارك في السيسي وهو يخليني له ويبارك فيه. قطار التحالف الوطني وصل محطته الأخيرة هذا العام ليستكمل مسيرته مع بدء العام الجديد، من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً بجميع محافظات الجمهورية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات. دول شباب أهل الصعيد، دول زينة بلادنا، الإرادة من حديد اتباهوا بولادنا، هما دول آملنا جلنا قد المسؤولية، ناس بتبني وناس بترسم الخطوة اللي جاية. شباب أهل الصعيد دول زينة بلادنا، الإرادة من حديد اتباهوا بولادنا، هما دول آملنا جلنا قد المسؤولية، ناس بتبني وناس بترسم الفرحة اللي جاية. مبادرة إبدأ
هي مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات. توري دولة أهمية كبيرة للارتقاء بالمنظومة الصناعية خاصة في ظل الأحداث الأخيرة التي يشهدها العالم، وأثبتت أنه ينبغي على كل الدول ومنها مصر تعزيز اكتفائها ذاتيا في كل المجالات، ومن ثم دعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانيات والمقومات من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى وبنفس الجودة، ومستهدفة تقليل الاستيراد وبشكل كبير. وضمن هذه الجهود تأتي المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة ابدأ، والتي جاءت ضمن العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة لتحقيق التنمية والعبور نحو الجمهورية الجديدة والتي تضمن توفير حياة كريمة للجميع. تأتي مبادرة ابدأ بهدف توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية طبقا للمعايير الدولية ولتوفير فرص عمل لائقة وبمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري، بالإضافة إلى السعي نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية ولتحقيق استدامة وجودة التدريب من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقا للمعايير الدولية. بناء على تكليف السيد الرئيس السيسي لخريجي البرنامج رئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية، تأتي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى آفاق جديدة. المزيد في سياق هذا العرض نتابع. We'll be right back.
بهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه التغطية الإخبارية. لمزيد من الأخبار يمكنكم دائما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة. كنت معكم أنا دانا متحط، أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.